محمد مزاحش كان على بركة الله مشاهدينا الكرام بخلال دورت الأخرى معنا من أمام مكتب ديال تأشيرات إيطاليا وللأسف شديد المغاربة اليوم يعانون وخصوصا أصحاب عقود عمل اللي الأغلبية ديالهم غرفة اليوم عقود عمل من المسؤول على هذه الفوضى من بعد ما تبدلت الشركة وتيقولوا الناس الحمد لله ولاو كاينة فوضى عالية ما غادي نسولوا مواطنين المغاربة باش يعطيونا الصليبة ديالهم شوف دابا دور الكاميرا
اكبر مثقل هي باش تقمع المواطن باش يدافع المواطن البشر كامل ما يبقاش يبان لك هنا، حنا اللي خدمنا هنا كيهددوا،
اللي خرج من هنا كيهددنا ما كيعطينا حتى شي حاجه، ما كيعطيناش معلومات. اللي خرج من هنا راه كيهددنا، هذا هو ربي يدك هو دونا، ما كاينش شي واحد اللي يعطيك هنا شنو كاين معلومات فين وصلت هذا الشيء، اشنو امتى غيوقعوا هاد الكونترات، امتى غيوقعوا هاد النوره وصلت. العلم ان الناس خدامين بكم خدامين بينا، ولا ما كنتوش انتم ما غيتخلصوا موظف عندهم الشركه هادي راه بكم موظف كيعرفوا عندهم هكذا قال لنا لا بقيتوا هنا ولا لا بقيتوا كتهوشوا ولا درتوا الفوضى غتمشيو للحبس. الموظف فلوس كيهب ماشي في صالح، هذا هو اكيد فرض الله ديال هذا هو اللي مسؤول على التواصل. علاش ما عندوش صور ديالو حتى شامل مسؤول على التواصل؟ يعرف كيعرف يتواصل. السلام عليكم فين جيتي وكاين جيتي وين جيتي الفريق علاش جيتي عبد العامر شحال باقي عبد العامر الناس شنو كيقولوا لك؟ واد الناس الناس باش يشوفوهاش وحنا تنتمناو ان اصوات هاد المهاجرين او عفوا اللي باغيين يوليو مهاجرين المغاربه انها توصل للسلطات الايطاليه وتعرف ان الشركه اللي متعاقده معها لا تتوفر على اي شرط من شروط ديال السلامه ولا اي شرط من شروط كرامه المواطن المغربي. حنا ولاد بلادنا بطبيعه الحال من حقهم انهم يمشيو ويقلبوا عباد الخبز ويبدلوا المستوى المعيشي ديالهم، حتى واحد من حقهم انه يحرمهم وهذه راه ضمن المواثيق الدوليه، ولكن بطبيعه الحال الكرامه ماشي الموظف اللي جاي يخرج يهددهم، الموظف اللي جاي يخرج يمديهم، الموظف اللي جا يخرج يحتقرهم. والسيد عاطف 7 مليون 8 مليون واحد كيخرج كيقولوا اصاحب الحبس. مشاهدينا الكرام هذا الشيء مؤلم، حنا متاكدين ان السلطات الايطاليه ما تفاعلت مع الفيديوهات السابقه وغيرت الشركه الاولى اكيد انها غتقوم بنفس العمل مع هذه الشركه. وتنشكروا طبعا على هذه الفيديوهات. الله يسهل عليكم.